كان ذا دوزيام اني باش نقراو اليوم كور جينيراليتي سور لي فونكسيون. لي فونكسيون اللي باش تعاودو تقراوهم في التروازيام وباش تقراوهم في الباك. دونك توا لهنا منين باش تبداو لازمكم تتمكنوا منه توا هذا في الدوزيام اني مش عام الجاي تكملوا تبنيو عليه. به اول حاجه خلينا نرجع شنو ما قريتو في البريمير اني. شنو ما لي فونكسيون اللي قريتوهم؟ قريتو فونكسيون لينيير اللي هي اون دروات كي باس بار لوريجين. ليكواسيون نتاعو اف دي اكس ايغال ا اكس ا فوا اكس. دونك ناخذ اكزومبل يقول لك مثلا الفونكسيون تاعك اف دي اكس ايغال 2 فوا اكس. نحب نحسب انا مثلا اف دو 1 اش باش نعمل 2 فوا 1 ايغال 2. دونك جست نعوض الاكس بال 1 جرافيكمون. نجي ناخذ ال 1 نطلعها نعمل بروجيكسيون على الجريك باش تعطيني الفالور هيك اللي لقيتها 2. باه الاف دو 3 نفس الشيء نعوض الاكس بال 3 باش تعطيني ريزلت بالكورب. نفس الشيء نجي نعوض الx بالتروا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 6. باه هذه هي فونكسيون لينيير سهله برشا. نتعدي فونكسيون افين. باه شنو هي فونكسيون افين؟ اون دروات لينيير كي نو باس با بار لوريجين. دونك هي اي دروات اما ما يتعداش من لوريجين. دونك كيف ما يتعداش من لوريجين شنو ليكواسيون نتاعو؟ ا فوا اكس بلس بي. اف دي اكس ايغال ا فوا اكس بلس بي. باه ناخذ اكزومبل اف دي اكس ايغال 2x بلس 3. باه لهنا حاجتي ب اف دو ان جست نعوض الاكس بال ان نلقى ريزولتا. حاجتي ب 3 نفس الشيء. باه هذوما لي فونكسيون قريناهم عام نيول. فونكسيون لينيير فونكسيون افين. شنو هما لي فونكسيون جدد اللي باش نقراوهم السنه؟ فونكسيون بولينوم. اش معناها فونكسيون بولينوم؟ معناها في الشكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. نجمو نلقاوها ا اكس كيوب ا اكس بلس 5 اللي نحب. فهمت؟ مي خلينا سيرتو باش نخدمو على ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. الشكل نتاع فونكسيون بولينوم هو الشكل هذا، شكل بارابول. اوكي هذا جوست لما حتشوفوا على الشكل نتاعو على خاطركم تخدموا بيه في تخدموا بيه تاو تخدموا فيه بيه في الشابتر الجاي. باه فونكسيون راسيونيل اف دي اكس ايغال 1 سور اكس. دونك انا كي نقول راسيونيل باش نقول راهو فما عدد كسري. حاجتي بالاكس لوطا. اوكي نزيد مثلا اف دي اكس ايغال ا اكس بلس ب سور x ريتوها الـ x في لوطا. أبار إنه فما x الفوق ما يهمنيش فيه هيك يا الفوقاني. حاجتي إنه فما في الدينوميناتور x نجم تكون زادا f دو x إيكال أ x بلس ب. هذا اللي حاجتي بيه إنه c x بلس d إنه فما x لوطا. باه الشكل نتاعها هذيا شكل يكون براتيكمون في الشكل هذايا. أوكي باه نمشيو للفونكسيون إيراسيونيل. إش معناها فونكسيون إيراسيونيل؟ هاذوما دي فونكسيون فيهم راسين. مثلا f دو x إيكال راسين دو x وإلا راسين أ x بلس ب ولا راسين أ x كاري بلس ب x بلس سي. ليسونسيال إنه الـ x داخل الراسين. داكوردو الشكل نتاعهم براتيكمون زادا يكون في الشكل هذا. أوكي باه تو شنو هما الحاجات اللي باش نتعرض عليهم؟ الفونكسيون لازمتني نعرف الدومين دو ديفينيسيون نتاعها. كيفاش الفارياسيون نتاعها طالعه هابطه كونستانت؟ كيفاش عندها شي ماكسيموم وعندها شي مينيموم؟ عندها شي ماكسيموم عندها شي مينيموم؟ بير والا امبير؟ سيمتري والا لا؟ دونك هذوما حاجات اللي لازمتنا نعرفهم في الفونكسيون سنا. باه باش نبداو اول حاجه بلي دومين دو ديفينيسيون. ديجا بديتو عليهم نتوما شويه في اول العام تخرجوا لي دومين دو ديفينيسيون نتاع كلكو فونكسيون. باه نبداو بأسهل حاجة اللي هي فونكسيون بولينوم. فونكسيون بولينوم ناخدو إكزومبل إف دي إكس إيكال 2X كاري بلس 3X موانس 1 2X موانس 5. يا سيدي أي فونكسيون بولينوم مهما كانت، أي فونكسيون بولينوم مهما كانت وين ما نعوض إكس تعطيني ريزولتا. أي إكس لهنا نحب نعوضها بوزيتيف نيجاتيف اللي نحب أنا باش تعطيني ريزولتا. دونك الدومين دو ديفينيسيون هو شنو؟ هو إر. أوكي باه دونك ماشي باش نطول ياسر في البولينوم على خاطرها ساهل برشا. خاطر اي فونكسيون بولينوم دومين دو ديفينيسيون نتاعها ار. نتعداو تو فونكسيون راسيونيل. فونكسيون راسيونيل شقولنا اف دي اكس ايغال ان سور اكس. عندي شي شرط؟ عندي شي حاجه كي نعوضها تعطيني امبوسيبل. نمشي للكالكيلاتريس نعمل ان سور زيرو اش تعطيني؟ تعطيني ديفيزيبيليتي بار زيرو امبوسيبل. اوكي دونك انا لهنا ما
نجم نقسم حتى شيء على زيرو مهما كان، اي عدد نحب نقسمه من زيرو على زيرو ما يعطينيش. دونك لهنا عندي كونديسيون. شنو هي الكونديسيون؟ انه ناخذ هيك العدد دينوميناتور نعملو ديفيرون دو زيرو. دونك لهنا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ نجم نعوض الاكس باي فالور سويفون اي كان الدولا كان الزيرو لا، دونك ار اي بريفي دو زيرو. ناخذو لهنا الرسمه كيفاش تكون مثلا. دونك اي الكورب نتاعنا ان اي عدد نحب نعوضه لهنا باش يعطيني ريزولتا، اي اكس نعوضها باش تعطيني ريزولتا. الحاجه الوحيده اللي ما تعطينيش ريزولتا هي الزيرو. اوكي نتعدي اكزامبل اخر، اف دي اكس ايجال 2 اكس بلس 3 سور 4 اكس موان 8. اش قلنا احنا باش نعمل كونديسيون لهنا؟ دونك كود 4 اكس موان 8 لازم تكون ديفيرون دو زيرو. دونك اش معناها؟ معناها 4 اكس ديفيرون دو 8 معناها اكس ديفيرون دو 8 سور 4، دونك اكس ديفيرون دو 2. دونك شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ سي ار بريفي دو 2. نجم نعوض الاكس باي عدد تين دو ما نجمش نعوضه. داكوردو. دونك لو كان نشوف الكورب نتاعنا، دونك هكاك باش تكون الكورب، تنجم تعوض الاكس باي فالور، كان دو راك تشوفوها امبوسيبل ما تنجمش تجي. اوكي باه نخدمو لي فونكسيون ايراسيونيل. شقلنا على لي فونكسيون ايراسيونيل هما حاجات فيهم الراسين. عندي شي حاجه امبوسيبل في الراسين؟ وي عندي، انه في وسط الراسين ما نجمش نعمل الراسين نتاع حاجه نيجاتيف، صح؟ دونك اش لازم؟ لازم اللي في وسط الاكس سوبيريور او ايغال ا زيرو. دونك اش باش يكون الدومين دو ديفينيسيون مثلا لهنا؟ هو زيرو بلس لانفيني. نعوض الاكس باي عدد من زيرو الفوق. اوكي ناخذو اكزامبل اخر، اف دي اكس تيغال راسين دو 2 او موان اكس. دونك اش لازمتني؟ لازمتني 2 موان اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو. دونك 2 موان اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو، دونك موان اكس سوبيريور او ايغال ا موان 2. دونك باش نضرب موان زان موان زان باش نحي هيك الموان باش نقلب العلامه. دونك باش تولي لي اكس انفيريور او ايغال ا 2. دونك الدومين دو ديفينيسيون مادام عندي انفيريور، دونك نبدا من موان لانفيني، من موان لانفيني ل 2، هذا الدومين دو ديفينيسيون. اوكي باه نمشي تا دومين دو ديفينيسيون. ناخذو اكزامبل اخر في فونكسيون ايراسيوني، راسين اكس كاري بلس 3 اكس موان 4. باه كي ترى فونكسيون كيف هكا كالعاده ما تتفجعش. دونك اللي في وسط الراسين باش ناخذو سوبيريور و ايغال ا زيرو. اوكي دونك اكس كاري بلس 3 اكس موان 4 ايغال ا زيرو. بيان سور ما نجمش نعمل طول سوبيريور ويغال، نعملها ايغال زيرو بعد كان ناخذ البارتي بوزيتيف خاطرها فونكسيون سكون دغري. دونك لهنا نورمالمون نحسب الدلتا، صح ولا؟ خاطرها فونكسيون دو سكون دغري. دونك انا اش باش عندي؟ عندي ا بلس بي بلس سي ايغال زيرو، ال ا هي اللي بحذا الاكس كاري سي ا، ال بي سي 3 بحذا الاكس، والسي هي موان 4. دونك 1 بلس 3 موان 4 ايغال زيرو. دونك شنو هما لي سوليسيون لهنا؟ اكس بريم ايغال 1 و اكس سكوند هي سي سور ا اللي هي لهنا موان 4. دونك اش باش نخدم؟ باش نخدم تابلو دو فارياسيون. شنو عندي؟ لي فين سانيول ليكواسيون نتاعي في الموان 4 وفي ال ا. في الوسط نعمل السين دو موان ا اللي هي السين اللي بحذا الاكس او كاري، وفي الاجناب نعمل سين دو ا اللي هي بلس بلس. دونك فين وين عندي الاكس كاري بلس 3 اكس موان 4 بوزيتيف؟ وين؟ في البارتي من موان لانفيني للموان 4 ومن ا لبلس لانفيني. دونك في البارتي هذي وفي البارتي هذي. دونك شنو دومين دو ديفينيسيون؟ هو موان لانفيني موان 4 اونيون ا بلس لانفيني. اوكي باه هذا دومين دو ديفينيسيون، ان شاء الله يكون سهل ماهوش صعيب. باش نتعداو توا للسونس دو فارياسيون. كيفاش نطلع السونس دو فارياسيون؟ باه لازمتني نعرف الفونكسيون تاعي كرواسونت ولا دي كرواسونت. باه ناخذو فونكسيون كيف ما هكاكا. كيفاش نبينو احنا اول حاجه ومن بعد كي تو نخدمو لي زيكزامبل كيفاش نبينو؟ لازمتني نختار زوز عدد ا انفيريور ا بي، يعني ناخذ افيك ا و بي ابارتيان لدي دومين دو ديفينيسيون. مثلا ناخذ هذه الفالور ا وهذه الفالور بي. اوكي اش باش نعمل لهم؟ باش نعمل لهم البروجيكسيون نتاعهم. هذه باش تعطيني اف دو ا، وهذه كي باش نعمل لها بروجيكسيون باش تعطيني اف دو بي. اوكي باه وقت اللي ال ا اصغر من بي، وقت ال ا اصغر من بي، اذا كان انا قيت الاف دو ا زيدا اصغر من اف دو بي.
قلت ال a اصغر من b لقيت ال f دو a اصغر من f دو b مثلا لهنا هنا ال a موان 7 وال b 6 معناها ال a اصغر من b ال f دو a لقيتها موان 4 وال f دو b لقيتها 8 معناها ال f دو a اصغر من f دو b الون لهنا الفونكسيون تاعي هي كرواسانت اوكي باه باش نبين اللي هي فونكسيون دي كرواسانت ايش نعمل نفس الشيء انا عندي ا اصغر من بي والا والبي ابارتيان للدومين دو ديفينيسيون شكل نتاع كورب دي كرواسانت معناها لهنا شوف اش معناها معناها انا كي نقوي في الاكس نكبر في الاكس شي يصير له لي غريك قاعد يهبط اوكي دونك لهنا كيف تكبر في الاكس لي غريك قاعده تهبط دونك سي اون فونكسيون دي كرواسانت الاخرى العكس ب دونك وقت ال A inférieur لل B كالعادة ناخذ دو بوان A و B نعملو لهم بروجيكسيون اوكي باه على الكورب نتاعي دونك اذا كان قيت انا انه وقت اللي ال A اصغر من ال B ال F دو A قيتها اكبر من ال F دو B اوكي دونك تعكست ال F دو A قيتها اكبر من ال F دو B دونك لهنا سي كون فونكسيون دي كرواسانت تقولي انت كيفاش انا باش نخدم في لي زيكزيرسيس في لي زيكزيرسيس ناخذو par exemple f de x est égal de racine de x plus 1 باش نعملو دو ميثود كيفاش نبينو فيها في لي زيكزيرسيس اول حاجه نقولو a اصغر من b انا سيبوزي انه عندي a اصغر من b ال a plus 1 دونك انا ريتها هذه الفونكسيون باش نرجع فيها نرجعها بال a وباش نرجعها مره بال b دونك a اصغر من b اش معناها معناها ال a plus 1 اصغر من b plus 1 اوكي جوز 1 منه و 1 منه دونك racine de a plus 1 اصغر من racine de b plus 1 donc 2 racine de a plus 1 inférieur à 2 racine b plus 1 donc ضربت لهنا في 2 ضربت لهنا في 2 donc لهنا هذه شنو هي هذه f de a معناها هي نفس الفونكسيون مع عوضت الx بالa ظهرت لي في الاخر a وهذه نفس الفونكسيون عمل x b donc هذا f de a وهذه f de b donc لهنا اش طلعت لي انه f de a اصغر من f de b دونك اذا كان وقت اللي ال a اصغر من b ال f de a اصغر من f de b دونك f est une fonction croissante اوكي ناخذو طريق ميثود اخرى نخدمو بها f de x تيغال موان 3x بلس 2 دونك اش باش نعملو عندنا a inférieur لل b اش نحسبو نحسبو توا f de a يعني جوست ال x نعوضوها بال a f de a هي شنيا هي موان 3a بلس 2 f de b هي موان 3b بلس 2 باه اش باش نعمل باش نعمل f de a موان f de b نخدمها نعوض معناها موان 3z بلس 2 موان 3b بلس 2 اوكي نخدمها نلقاها مثلا 3 فوا b موان 1 باهي لهنا ال a inférieur من ال b معناها ال b اكبر من ال a دونك b موان 1 اش باش يكون بوزيتيف دونك 3 فوا b موان 1 هو شنو بوزيتيف Donc f de a moins f de b positif. Donc f de a supérieur à f de b. Donc là, quand a plus grand que b, f de a supérieur à f de b. Donc f de x est une fonction décroissante. OK? Nous allons faire le maximum ou le minimum. Qui fait son talent? La fonction t. Maximum. Non, elle a maximum ou elle a minimum. Ben, c'est le barche. هذه فونكسيون تتسمى لهنا مثلا لهنا تتسمى فيها مينيموم علاش تتسمى فيها مينيموم خاطر ريت الفونكسيون عندها حاجه اصغر حاجه تنجم توصل لها دونك هيك هو المينيموم ولهنا الفونكسيون هذيا اللي بالبلو اش عندها فالور ماكسيموم توصل لها وبعد كترجع تهبط دونك هذه تتسمى فونكسيون عندها ماكسيموم زيد نجم نلقاو دي فونكسيون عندهم ماكسيموم وعندهم مينيموم او ميم طون اوكي دونك كيما هذه عندها ماكسيموم وعندها مينيموم ولو جاليهم الزوز بيان سور باه كيفاش نبينو اذا كان نقدر اني نبين انه اف دو اكس فونكسيون تاعي كامله تنجم تكون اصغر من اف دو ا مهما كان شنو هيك الا معناها هو يطلبوا منك دونك اف ادمي ا ماكسيموم في الا دونك انا اذا كان بينت انه فونكسيون تاعي اصغر من فالور معينه دونك الاف ادمي ماكس ام ماكسيموم باه ناخذ اكزامبل جيك في كيسيون يقول لك مونتري كو اف ادمي ان ماكسيموم اون زيرو كيف ما هذه كيما الكورب هذه اللي عندنا باه دونك لهنا شنو باش نعمل اف دو اكس موان اف دو زيرو
قال لي ادمي ان ماكسيموم وين في الزيرو دونك باش نعمل اف دي اكس موان اف دي زيرو باش نحسبها نعوض بالاف دي اكس نتاعي ونعوض الاف دي زيرو شنيا اذا كان لقيتها عدد نيجاتيف والا حاجه اون فونكسيون دي اكس اما هي ليسونسييل نيجاتيف مثلا نقولوا موان اكس كاري اكس كاري هي شنيا بوزيتيف فوال موان سي تولي كلها نيجاتيف اوكي دونك مهما تعوض باش تلقاها حاجه نيجاتيف f de x moins f de 0 inférieur à 0, donc f de x inférieur à f de 0, donc f admet un maximum en 0, ok? نفس الخدمة هذه هي بارتي نتاع الماكسيموم نفس الشيء تخدم في المينيموم دونك اذا كان نقدر اني نبين اف دو اكس سوبيريور للاف دو ا دونك اف ادمي ان مينيموم ان ا ناخذ ليكزامبل لهنا شوف اش معناها انا الفونكسيون نتاعي نقدر اني نبينها سوبيريور للاف دو ا مثلا نقدر اني نبينها سوبيريور للموان 7 يعني فونكسيون كامله اكبر من الموان 7 دونك الموان 7 شنو باش يكون باش يكون مينيموم اوكي به الماكسيموم والمينيموم كملنا منو كملو باريتي والسيمتري فونكسيون تاعي بير والا امبير كيفاش نعرف وكيفاش نبين فونكسيون تاعي بير ولا امبير به اش معناها فونكسيون بير معناها ريتا هذه فونكسيون عندها سيمتري سويفون ايغريك اي زيد فونكسيون اخرى شوفوها عندها شنو عندها سيمتري سويفون شنو سويفون ايغريك اذا كان نلقى فونكسيون عندها سيمتري سويفون ايغريك راهي فونكسيون بي دونك اش لازمتني كيفاش نبين بالكالكي لازمتني نحسب الاف دو اكس ونحسب الاف دو موان اكس عندي اف دو اكس بتاعتي لي نحسب انا الاف دو موان اكس كان لقيتهم ايغال راهي اف est une fonction paire qui en fait est égal à ce qu'il fait en bas. Bah, nous avons l'exemple g de x est égal à 2x carré plus 1. Nous avons g de moins x. Nous avons 2 fois x en avant de moins x au carré plus 1. Donc, égal 2x carré plus 1. Donc, g de x est égal à g de moins x. Ok? Donc, là, nous avons avant de n x de moins x. موانز x او كاري باش تعطيني x او كاري هذه هي شنية هي نفسها g دو x دونك خرجت g دو موانز x هي نفسها g دو x دونك لهنا الفونكسيون متاعي g هي شنية سي تون فونكسيون بي اوكي ان شاء الله يكون سهل نتعدي توا فونكسيون امبي فونكسيون امبي اش معناها تكون سيمتري بارابور للاو يعني مثلا هكاك الكورب ريتوها سيمتري بارابور شنو بارابور للاو لا هي بارابور للغريغ ولا هي بارابور للx نو بارابور للاو اوكي ناخذ اكزامبل اخر مثلا كيما هذا اوكي كيفاش نبين لازمتني نبين انه الاف دو اكس ايغال موا اف دو موان اكس معناها نحسب الاف دو اكس نحسب الاف دو موان اكس اذا كان لقيت بيناتهم موا دونك سي اون فونكسيون بي دونك اف اي اون فونكسيون ان بي اوكي ناخذ اكزامبل جي دو اكس ايغال اكس كيوب بلس اكس نحن شي نحسب جي دو موان اكس نعوض الاكس بموان اكس اوكي اكس بموان اكس moins x au cube, ou est-ce que c'est moins x au cube, ou est-ce donc, moins x plus moins x, c'est moins x, donc il y a ce qu'il y a, il y a, nous avons le moins facteur, donc g de moins x, donc g de x, il y a moins g de moins x, donc g est une fonction impaire. Ok? Ben, inch'Allah, il y a un seul dersem تاع les fonctions que vous faites bien, et que vous faites bien, exercice et que vous faites bien, 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 et que vous faites b